بلعة قريبة من ضيعة اللألوق، تتميز بجمال طبيعتها ومناخها المنعش. بقلبها بلوعة حلوة كتير بينزل فيها كل التلج الدايب ليكون بلوع بلعة. بلوع بعتارة أو بلوع بلعة من أقدم المعالم السياحية والطبيعية بلبنان وأروعها، ومقصد لمحبي المغامرات والهايكرز، وموجود على درب الجبل اللبناني. بلوع بعتارة معلم طبيعي عمره فوق 160 مليون سنة، تكون عبر العصور وبشكل طبيعي. عمقه 255 متر وعنده 3 جسورة، وبيضم مغاور وسراديب عميقة وبرك غنية بالماء بتعيش بقلبه أنواع خاصة من الطيور الملونة والأعشاب. يعتبر بلوع بلعة من أكثر الشلالات سحر بالعالم بحسب صحيفة The Guardian البريطانية. بقلب البلوع رح تلاقوا نشاطات متنوعة مثل الرابيل، التلفريك، الإسكالاد والمشي على الجسر الهوائي، وكمان في فود ستيشن لكل حدا عباله ياكل لقمة طيبة وينبسط. بتلاقوا كمان على مدخل البلوع أشخاص عم بيبيعوا عسل طبيعي 100%. جنب البلوع فيكن تزوروا جامع المنصور الكبير، متحف الحيوانات المحنطة، مغارة أديشة، بحيرة بنشعي وغيرها من المعالم السياحية الحلوة. أقرب أوتيل لبلوع بلعة هو أوتيل دوما الرائي. مثل ما شايفين هالشلالة بياخد العقل وبيجسد عظمة الخالق، وأكيد بيستاهل زيارتكن. ما تنسوا تتابعونا لتتعرفوا على أجمل ضيعة لبنان.